الرئيسية من قناة نوميديا وهذه عناوينها. عبد الملك سلال يؤكد بروز قنوات تلفزيونية تمارس الإشهار الكذب والقطاع سيتطهر عن قريب. في الصحة يضرب ممارسي الصحة العمومية يشل المستشفيات. متعاملو النقل الثلاث يفوزون برخص تفعيل الجيل الرابع للإنترنت. وفي تونس الغنوجي ينصب نفسه على رأس حركة النهضة التونسية. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الوزير الأول عبد الملك سلال أن القنوات التي تتعارض مع دفتر الشروط سيتم غلقها ومنعها من النشاط في الجزائر، مؤكدا تطهير قطاع السمعي البصري في أقرب الأجال. وقال الوزير أن هذا القطاع برزت فيه قنوات تلفزيونية تمارس الإشهار الكاذب وانتهاك الحياة الخاصة والمساس بالشرف والتضليل وبث الكراهية والعمل على وتر الجهوية. وأضاف الوزير الأول أن بعض القنوات يحركها الجشع، مشيرا إلى أن 5 قنوات فقط معتمدة بينما 60 منها أخرى تعمل في إطار غير قانوني. وأكد الوزير الأول على ضرورة تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري في أقرب الأوقات على أن يقوم دفتر شروط بتنظيم مجال السمعي البصري. جدد صبيحة اليوم ممارسو الصحة العمومية إضرابهم أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بشل العديد من مستشفيات الوطن. وجاءت الوقفة الاحتجاجية حسب الأطباء بعد تماطل الممارس من طرف الوزارة الوصية في تحقيق مطالبهم الاجتماعية والمهنية. اسمها نازلي. بعد تماطل وزارة الصحة في معالجة مطالب ممارسي الصحة العمومية وعدم فتح أبواب الحوار، شرع ممارسو الصحة في إضراب وطني. يحترم الوزير التزاماته وتحترم الوزارة التزاماتها من خلال تنفيذ الشيء اللي اتفقنا عليه على مستوى محضر الصلح اللي كان يوم 4 ماي 2015 وفيه 4 نقاط. تسوية الوضعية المالية نتيجة عن مسابقة الترقية اللي كانت في شهر جوان 2015 لحد الآن. ثانيا تسوية الملف العالق نتاع شهادة الدكتوراه في طب الأسنان والصيدلة، تمكين التكوين المتواصل للزملاء اللي يعملوا بشهادة القادمة، وتصنيف هذه الشهادة تاع الدكتوراه على سلم الأجور. ثالثا فتح المجال لتعديلات ولا إدخال تعديلات ولا تصحيحات على مستوى القانون الأساسي. والملف الرابع الأخير وهي الوضعية نتاع الزملاء نتاعنا اللي ترقاو عن طريق المسابقات، وكنا طلبنا باش يحتفظوا بفارق في الأقدمية لأنهم تقدموا المسابقات ب 15 14 17 سنة أقدمية مع زملاء لهم عندهم 7 سنوات. شلل عبر عدد من مستشفيات الوطن والوزارة الوصية تصد أذنيها. يوم إضراب وطني في كل مؤسسات صحية وين رانا متواجدين، هناك استجابة راهي إلى حد اللي نتكلم معاه راهي 65%. مطالب اجتماعية مهنية لا تسييس فيها ولا سياسة، ونتانا يعني ما نفهمش علاش لحد الآن وزارة الصحة ووزير الصحة غالق أبواب الحوار. حالة من الاحتقان والغليان وسط أصحاب المآزر البيضاء، ليبقى غضب الأطباء وسخط المرضى معا يلاحقان وزارة عبد الملك بوضياف. نفى مدير الصحة العمومية لولاية الجزائر محمد ميراوي وجود ندرة في الأدوية، مشيرا إلى وضع برنامج خاص تحسبا لشهر رمضان، كما شدد من جانب آخر على ضرورة التنسيق بين القطاعين العام والخاص. تفاصيل مع جليلة بالحج. تكثيف الطاقم الطبي على مستوى نقاط المداومة وتحسين الخدمة العمومية هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة تحسباً لموسم الاصطياف وشهر رمضان لتكفل أحسن للمريض. الوزارة الصحة والسكان والمستشفيات اخذت إجراءات فيما يخص هذه المواسم، وهي يعني برمجة العطل الموسمية للعمال، تحسين الأداء تاعنا على مستوى هذه المؤسسات من خلال توفير الأدوية، كذلك تكثيف الطاقم الطبي والشبه الطبي على مستوى نقاط المداومة، الاستقبال، التوجيه، كل هذا راح ناخذه بعين الاعتبار. مدير الصحة العمومية لولاية الجزائر نفى من جهة أخرى وجود ندرة في الأدوية عكس ما روج له مؤخرا. الأدوية يعني خلال هذه 3 سنوات ما كانش هناك نقص في الأدوية. يعني الصيدلية المركزية وفرت لنا الأدوية لكل المؤسسات. خلال اللقاء الذي جمع مدراء الصحة العمومية بالعاصمة، شدد المختصون على ضرورة التبادل والاتصال بين القطاعين العام والخاص.
لما لازم تكون سيستم دو كومونيكاسيون افيكاس باش نقدروا نديروا نحلوا كاع المشاكل تاع. ولأن قطاع الصحة في الجزائر يعرف بعض الاختلالات، بات من الضروري إدماج القطاع الخاص رغم ما يحمله هو الآخر من عيوب. في موضوع آخر، أكد وزير الداخلية والجماعة المحلية نور الدين بدوي أكد أن الجيش الوطني يطلع بالتنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية على تأمين حدود الجزائر على أكمل وجه في سياق التطورات الإقليمية بالمناطق الحدودية التي شهدت نشوء بؤر إرهابية جديدة. جاء ذلك على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته لولاية خنشلة. التغطية لأمي كوشا والتقرير لنجية بطري. بلغة شديدة اللهجة حذر وزير الداخلية كل من تسول له نفسه المساس بوحدة واستقرار الجزائر، وستتصدى الحكومة حسب بدوي لكل محاولات زعزعة البلاد وزرع الفتنة. ما نسمح حتى الواحد كدولة وكمؤسسات تاع دولة أنه يمس في تماسك وأمن واستقرار هذا الوطن. الجزائر ورشة مفتوحة على مختلف المشاريع التنموية، هو رد القاطع لبدوي على كل المشككين من الداخل أو الخارج في قدرة الجزائر على تحقيق التنمية، وستقف بالمرصاد أمام جميع المحتكرين ولن تسمح لهم بالعبث بالاقتصاد الوطني وتسييره حسب الأهواء. ما نحبش الاحتكار، لأن الاحتكار مرضنا لما كنا في 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 عهد التوجه الوحيد الاقتصادي الاشتراكي الوحيد، لن نقبله اليوم. من هذا المنطلق أننا نرافق ندعم ونساعد كل خلاق للثروه. أما عن جملة التجاوزات المسجلة على مستوى مصالح الحالة المدنية والتي امتدت في العاصمة إلى تحايل بعض موظفي الكشاك الذين يستغلون جهل المواطنين للعصررة ورقمنة الوثائق لسرقة أموالهم، كشف بدوي عن توقيفهم مؤقتا في انتظار بث العدالة في قضيتهم. في التكنولوجيا، أعلنت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اليوم بالإذاعة الوطنية، أعلنت عن نتائج إطلاق الخدمة الجديدة للجيل الرابع والتي استفاد من رخص لاستغلال شبكات عمومية وتعامل الهاتف النقال الثلاث، اتصالات الجزائر للهاتف النقال موبيليس وأوبتيميوم تيليكوم الجزائري جيزي ووطنية تيليكوم الجزائر أريدو. كريمة بن عسير يحيى. مهلة ثلاث سنوات منحت للمتعاملين الثلاث من أجل تسويق منتجاتهم عبر ثلاث ولايات إجبارية، حيث أن عملية الاختيار ستتم الأحد المقبل. المتعاملون الآتي أسماهم حسب ترتيبهم في تقييم اللجنة: اتصالات الجزائر رقم واحد، للهاتف النقال أوبتيموم تيليكوم الجزائر، الوطنية اتصالات الجزائر. يدعى المتعاملون الثلاثة المذكور أسماءهم أعلاه إلى التقدم، أولا إلى التقدم بتاريخ 29 مايو على الساعة الثانية بعد الظهر بغرض القيام باختيار الولايات الإجبارية التي سينتشرون فيها. رئيس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية محمد توفيق بسعي أبرز أن تقنية الجيل الرابع ستعمل على تسريع وتيرة تدفق الأنترنت، وسيستغرق تحميل فيديو خاص بالألعاب 25 ثانية. يجب المعرفة بأن لاكات جي هذه التكنولوجيا الجيل الرابع تسمح بسرعة تفوق 6 مرات الجيل الثالث. والآن لعبة فيديو تاع 20 ميجا بفضل لاكات جي نستطيع تحميلها في ظرف 25 ثانية. المتدخلون أجمعوا على أن تسويق منتجات المتعاملين الثلاث من خلال تفعيل تقنية الجيل الرابع ستتم نهاية السنة الجارية ومطلع 2017. ضرورة ترقية المؤسسة الوطنية وزيادة تنافسيها، حماية الاقتصاد الوطني والمستهلك والحفاظ على البيئة، هو ما أبرزه وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب خلال عرضه لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالتقييس على أعضاء الغرفة العليا بالبرلمان. نادية معزوسة.
خلال رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة المتعلقة بمشروع القانون المتعلق بالتقييس، أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أن تحيين القانون سيسمح ببروز هيئات المطابقة والتفتيش لتعزيز مراقبة جودة المنتوجات المصنعة محلياً والمستوردة. أعضاء الغرفة العليا بالبرلمان أكدوا من جهتهم على ضرورة تحديد مدة الإجابة على شهادة المطابقة وإنشاء المزيد من مراكز التقييس وتعميمها على باقي ولايات الوطن. هي مواصفات إن شاء الله تكون عالمية وتتلائم مع سلامة وصحة وأمن للمواطنين والدولة، ونتمنى الدولة تحرص على هذا القانون بوعد قوانين تنظيمية ولتكون أكثر صرامة. طالبنا كما أشرت سابقا تحديد مدة الإجابة على شهادة المطابقة. مستورد ولا مصنع هنا في الجزائر يطلب شهادة المطابقة على الأقل 3 أيام أسبوع تعطيه شهادة المطابقة باش يسوق السلعة تاعه. هذا وقد كان النواب بالمجلس الشعبي الوطني قد صادقوا على القانون في شهر أفريل المنصرم في انتظار المصادقة عليه من قبل أعضاء الغرفة العليا في الأيام القليلة القادمة. أمنيا، يقوم وفد متكون من 120 مستشارا من المعهد الوطني للدراسات العليا للأمن والعدالة الفرنسي، يقوم بجولة بيداغوجية للجزائر تمتد 3 أيام. الجولة ستسمح بالاطلاع على إمكانيات الشرطة الجزائرية وتجربتها في مكافحة مختلف أنواع الجريمة. التغطية لخالد سبيتي. في ظل ما يشهده العالم في الآونة الأخيرة من تهديدات أمنية وبالخصوص في فرنسا، يقوم 120 مستشارا أمنيا من المعهد الوطني للدراسات الأمنية والعدالة الفرنسي بجولة للجزائر للاطلاع على واقع العمل الأمني. Ne peut constituer pour nous qu'une nouvelle opportunité pour le renforcement des relations entre nos deux institutions dans le domaine de la formation. D'autant plus que des relations de coopération et de partenariat nous lient avec cet institut depuis l'année 2000. Ce voyage d'études va nous apprendre beaucoup. Cette année, nous accueillons 9 auditeurs algériens sur les 170 auditeurs de nos 3 sessions nationales. Et j'ai bien le sentiment que nous allons poursuivre dans cette voie. والأكيد أن نموذج المصالحة الوطنية سيشكل أحد أبرز اهتمامات المستشارين. يعني الوفد هذا متشكل من 120 مستشار، بينهم 4 جزائريين خبراء معهم، وهذا مهم، يعني تبادل التجربة. يعني الجانب الأمني يدخل كمحور من المحاور تاع المصالحة الوطنية، يعني كيفاش المصالحة الوطنية وصلت إلى إخماد نار الفتنة ويعني محاربة التطرف. برنامج الجولة يدوم لثلاثة أيام، ستشهد تقديم ورشات واجتماعات يقوم خلالها وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى بإلقاء محاضرة حول سماحة الإسلام وخطر التطرف الديني، ليتنقل الوفد بعدها لزيارة ولاية وهران. إلى أخبارنا المحلية، لقي سائقو جرافة بأحد الشركات الخاصة حتفه إثر سقوطه بداخل خزان لضخ المياه في طور الإنجاز. الحادثة الأليمة وقعت بجانب الطريق المؤدي إلى جهة برمادية بعاصمة ولاية غليزان، حيث سارعت مصالح الحماية المدنية بعملية الإنقاذ بعد إخطارها بالحادث. يوسف بن فاضل. انتشرت عناصر الحماية المدنية بغليزان جثة 40 من داخل قاع لخزان لضخ المياه طور الإنجاز. الضحية يبلغ من العمر 40 سنة، ينحدر من ولاية شلف، يعمل سائق جرافة لدى شركة خاصة. لقي الحماية المدنية على مستوى الوحدة الرئيسية لولاية غليزان لنداء من أحد العاملين على مستوى الشنطي هذا. المكالمة كانت تفيد بلي عندنا إنسان ساقط، ما كانوش متأكدين إذا حي ولا متوفي. بعد عملية التعرف الأولى وصلنا نجد العين المكان، اتضح بلي الإنسان هذا متوفى في عين المكان. نجد المتدخلة عندنا سيارة إسعاف طبية، يجد عليها طبيب ملازم أول. كذلك عندنا شاحنة مضخة والخزان FPT على مستواها ضابط ملازم
بون العمليه كانت مش سهله، كانت صعبه نوعا ما. هبط من الشارجر وخليتها ورايا، حليت انا الباب وجيت داخل. كي جيت داخل اللي شبه يدير قلت له باين في واحد البيدو هنا هذا قش ونجو راح قدم هو كرا. كي قدم دار كراعه فوق اللوحه، اللوحه تاع الصافي داج. كي دار كراعه انا كنت عاطيه بكفى، سمعي كلمه الله الله، كي درت سيبه في الارض. البويرة حيث تعتبر زاوية العلامة إسماعيل جوامة أحد المعالم الدينية والعلمية التي أسست على يد شيخها علي ربيع، إذ كانت ولا زالت حصنا منيعا لتعليم القرآن الكريم وتربية الشباب وتدريبهم على تلاوة وتجويد القرآن وقراءة أحكامه بأزيد من 200 طالب وطالبة. عبد الحميد واتشي. زاوية الشيخ العلامة إسماعيل جوامع بولاية البويرة منبرا من منابر الإشعاع العلمي والديني، أسست في الفاتحة من نوفمبر العام 1995 على يد مؤسسها الشيخ علي ربيع، الذي أراد من خلالها أن يكون له مد في محاربة جهل الأمة وإيقاظها لمعرفة دينها الصحيح وفق قواعده المشروعة. تربية الأجيال بدروس في الفقه والسيرة والترتيل والتجويد بأساتذة متخصصين، هذا ما يميز زاوية الشيخ إسماعيل جوامع بولاية البويرة. تأسيس هذه الزاوية المباركة في 1 نوفمبر 1995 وأسميناها باسم أحد أعلام الجزائر الحبيبة وهو الشيخ إسماعيل جوامع، طبعا حاولنا الربط بين أصالة والمعاصرة، بمعنى الطالب تاع هذه الزاوية تمكنوا من استيعاب المحافظة على قيمه وأخلاقيته الجزائرية الدينية، وأيضا أن يكون مواكب لعصره بحيث يتمكنوا يأخذها عن أساتذة متعددين متخصص. أزيد من 200 طالب من رواد زاوية الشيخ إسماعيل جوامع بولاية البويرة بالنظامين الداخلي والخارجي يزاولون حفظ القرآن وتلقي المعارف الدينية بمختلف مستوياتهم العلمية. يعني كلهم يقرأوا القرآن الكريم متبوعا بأحكام التلاوة كما رأي شاهدتم. أنا فيه مواد أخرى كاللغة العربية وعندي أستاذ كذلك وأستاذ كذلك والفقه والمواريث وحين حتى اللغة الأجنبية نحاول إدخالها للبرامج، وكذلك هذا رياضة بدنية للنساء كذلك مهمة جدا حتى نتمكن إن شاء الله من حماية وطننا أخلاقيا واجتماعيا واقتصاديا. زاوية الشيخ إسماعيل جوامع بولاية البويرة تحمل نورا اسمه القرآن العظيم، شفاء لكل القلوب تأهبا لشهر رمضان المبارك. إلى ولاية أشلف حيث تعيش أسواق وأزقة الولاية حركة غير عادية بسبب الإقبال على شراء ملابس العيد للأطفال، وهو أمر تمليه الظروف على سكان المنطقة ولكل أسبابه. كاميرا نوميديا تجولت عبر أسواق المدينة ورصدت لنا الأجواء في تقرير الزميل أحمد الوحش. وكأنك تعيش العشر الأواخر من رمضان، أجواء غير اعتيادية وإقبال واسع على اقتناء ملابس العيد للأطفال، ولكل أسبابه، والمهم هو ما يقع عليه الاختيار، فربما شراء الملابس واتقاء شر غلائها أصبح يتطلب فطنة وحيوية، وهو ما لا تجده عند الجزائريين وهم صيام. رانا خرجنا باش نشرو ملابس تاع العيد قبل ما يلحق رمضان ان شاء الله، باسكو على بالكم باللي في رمضان تكون سخانه وتكون الغلا شويه، إيبا حنا وفرنا على روحنا الوقت شويه، خرجنا دوكا باش نشرو قبل رمضان. بون خرجنا في هذو الايامات تاع شعبان، رانا نشرو في حوايج دراري قبل رمضان، بويسك من المعروف ان الولايه فيها سخانه بزاف وخاصه في شهر رمضان راح يجينا ان شاء الله في السخانه. على الاقل في هذو الايامات نقدروا ندورو ونقدروا نشوفوا على راحتنا، نقدروا مش كيما في رمضان نكونوا مزيرين بزاف. ورانا نشوفوا اقبال الصحاب في لباس لباس يعني، والحمد لله احنا ماذا بينا يعني يكون شعبان اكثر إقبال من ناحية المشتري. كاين اللي إمكانياته ما تسمحلوش باش يتنقل، كاين ظروف سخانة، احنا عندنا في شلف سخانة يعني ما شاء الله، لذا
معظم الشلفيين تسيبهم يتوافدوا المحلات لشراء أكسوة العيد. وغير بعيد عن الملابس، فحلويات رمضان والتي كانت تقتنى في اليوم الأول من الشهر الفضيل أصبحت رائحتها تعبق الجو بأزقة وشوارع الشلفيين قبل شهر من حلول موعدها المحدد. ننتقل إلى أخبارنا الدولية. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد شابة فلسطينية اليوم الاثنين برصاص جنود الاحتلال الصهيوني بحجة محاولتها طعن أحد المجندين على حاجز عسكري شمال غرب القدس في الضفة الغربية. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم إن ما تمارسه حكومة نتنياهو على الأرض دليل واضح على مسعى الكيان الصهيوني الذي يهدف إلى تقويض فرص حل الدولتين. تواجه عاصمة دولة فلسطين المحتلة حربا تهويدية شاملة تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة وهويتها العربية الفلسطينية. يأتي هذا في وقت رفض فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المشروع الفرنسي لعقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق جهود السلام المتعثرة مع الفلسطينيين خلال لقائه بنظيره الفرنسي مانويل فالس. إلى تونس، خلف الغنوجي زعيم التاريخي لحركة النهضة التونسية نفسه على رأس الحركة بعد فوزه في انتخابات المؤتمر العاشر التي أعلنت نتيجتها في وقت مبكر من صباح اليوم متفوقا بذلك على منافسه فتحي العيادي. 800 صوت فاز به الغنوجي مقابل 229 صوت لفتحي العيادي، وحل ثالثا محمد العكروت ب 29 صوتا. وقد أعلنت الحركة خلال هذا المؤتمر انتقالها النهائي من تنظيم دعوي إلى تنظيم سياسي مدني، وسيستمر الغنوجي على رأس الحركة إلى غاية 2020. المؤتمر العاشر يعد فارقا هاما في مسار الحركة إثراء إعلانه الفصل الكامل بين النشاط الدعوي والنشاط السياسي. المزيد من أخبار العالم مختصرة جمعها بلال يوسفي. نبدأ مختصرتنا من سوريا، حيث قتل أكثر من 120 شخصا وجرح 100 آخرين اليوم الاثنين في 7 تفجيرات استهدفت مدينة طرطوس وجبلة الواقعتين غرب البلاد، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هذه الهجمات. أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انطلاق عملية عسكرية لتحرير مدينة فلوجة من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، وقال العبادي أن العملية بدأت حيث تمكنت القوات العراقية من التقدم نحو الأحياء الرئيسية للمدينة. في اليمن قتل أكثر من 50 شخصا على الأقل وجرح العشرات اليوم الاثنين في هجومين داميين استهدف مجندين ومعسكرا للجيش اليمني في مدينة عدن، فيما تبنى تنظيم داعش الإرهابي هذه العملية. في تركيا انطلقت اليوم بالعاصمة اسطنبول أعمال القمة العالمية للعمل الإنساني بهدف إعداد خريطة طريق لمساعدة قرابة 60 مليون لاجئ عبر العالم بحضور عدد من زعماء العالم. يأتي هذا بعد تحذير أنقرة للاتحاد الأوروبي بفتح حدودها مجددا أمام اللاجئين الراغبين في الوصول إلى أوروبا ما لم يفي الاتحاد بالاتفاق الذي عقد بين الجانبين بشأن اللاجئين. نختم نشرتنا من غزة المحاصرة مع الطفل محمد الشيخ الذي أبدى موهبة استثنائية في الليونة الجسدية بأداء حركة رياضية خارقة. محمد يطمح في الشهرة العالمية برفع الراية الفلسطينية ودخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية. محمد الشيخ ذو 12 عاما المنحدر من مدينة يافا بدأ مشواره في رياضة الحركة البهلوانية قبل عامين حين اكتشف مدربه الخاص قدرته على طي جسمه بطرق عجيبة جعلته يستحق لقب العنكبوت الخارق. بطمح اني اكون بطل العالم في الليونة وحقق طبعا أرقامه في جينيس طبعا. كاد قلب والدة محمد أن يتوقف عندما قفز ابنها في الهواء لأكثر من مترين قبل أن يهبط على الأرض مطويا كالعنكبوت، واليوم تفخر السيدة حنان بابنها الذي تراه بطلا عالميا. أنا عرضته على دكتور، عملنا له بعض الأشعة للعمود الفقري وللظهر وللمفاصل، فقال الدكتور انه عنده ليونه في الاربطه وانه هذه ما بتشكل اي خطر.
شارك محمد الشيخ في برنامج المواهب Arabs Got Talent وحصل على 14 مليون صوت، لكن أسرته رفضت إبرام عقد حصري مع شركة متخصصة يستوجب أن يقيم ابنها 10 سنوات في الخارج ليحظى بمدربين محترفين. وبلشنا التدريبات لتطوير موهبته للعروض في البرنامج، وأصبح جاهز يعني لإتقان حركات عالمية يعني تنافس أبطال العالم في مجاله. إضافة إلى الحصار المفروض على غزة، يعاني محمد الشيخ ورياضته كباقي الرياضات في الأراضي المحتلة، ففي حرب صيف عام 2014 فشل في إجراء تدريباته قبل السفر إلى لبنان للمشاركة في برنامج المواهب. أتمنى أن يصل هذا الفلسطيني إلى العالمية. بهذا نختم نشرتنا وهذا تذكير بالعناوين. عبد الملك سلال يؤكد بروز قنوات تلفزيونية تمارس الإشهار الكاذب والقطاع سيتطهر عن قريب. في الصحة يضرب ممارسي الصحة العمومية يشل المستشفيات. متعامل والنقال الثلاث يفوزون برخص تفعيل الجيل الرابع للإنترنت. وفي تونس الغنوج يخلف نفسه على رأس حركة النهضة التونسية. متابعة طيبة لبقية البرامج واللقاء.